السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب ان شاء الله. النهارده معايا اقوى موبايل من ريلمي جربته لحد دلوقتي، الريلمي جي تي 5 برو. الموبايل ده بيجي باقوى معالج من كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3، يعني صاروخ، مع شاشه اميلت كيرف 144 هرتز بسطوع بيوصل ل 4500 نتس، بطاريه ضخمه 5400 ملي امبير، شحن 100 واط، وظهر جلد كده زي ما انتم شايفين، وكمان سيت اب كاميرات المفروض ان هو محترم جدا. فخلينا في فيديو النهارده نعرف كل حاجه عن الريلمي جي تي 5 برو، وهل هو موبايل فلاجشيب ولا فلاجشيب كيلر، وايه اخباره بالنسبه للموبايلات اللي لسه نازله ومجربينها زي الشاومي 14 برو، هل الموبايل ده اقوى ولا اقل؟ بس لازم تبقى عارف ان الريلمي جي تي 5 برو ارخص شويه من الشاومي 14 برو. فزي ما انت متعود ايدك على اللايك الجميل، ويلا بينا نبدا المراجعه. خلينا نبدا بالتصميم، والموبايل شكله حلو يخطفك كده للوهله الاولى. الظهر بتاعه بريميوم بيديلك ملمس الجلد، بس هو من السيليكون بوليمر، ودي حاجه كويسه مع فريم الومنيوم، فانت بتاخد خامات ما تقلش حاجه عن الموبايلات الرائده. الفكره هنا ان الوزن مش خفيف، 218 جرام في النسخه الجلد، والتخانه كبيره حبتين 9.2 ملي. الموبايل ده تخين كده، يعني اول ما مسكته في ايدي حسيت ان الموبايل تخين وتقيل نسبيا. ده غير كمان ان البامب بتاع الكاميرات كبير قوي، يعني ضخم. هو الجراب اللي بيجي جوه العلبه بيغطي البروز ده، وسيت اب الكاميرات نفسه شكله حلو جدا، وفي زي تضليعه كده في الكاميرا هنا بتبان حتى لما الاضاءه تيجي عليه، ولما تيجي تعمل هنا تحس بصوت خربشه كده، لان هو الفريم نفسه بتاع الكاميرا في زي نقشه كده. فهم بصراحه مهتمين بتفاصيل الديزاين بتاع الموبايل ده. ولكن انت خدت خامات فلاج شيب، بس للاسف مقاومه المايه هنا IP64، ودي لطرطشه المايه وليست مقاومه كامله للمايه IP8 زي الموبايلات الفلاجشيب وزي الشاومي 14 برو اللي انا لسه هنعرفه. نيجي نشوف الشاشه اللي هي 6.78 بوصه LTPO AMOLED بدقه 1.5K، كثافه بكسلات 450 بكسل لكل بوصه، مع تردد بيوصل ل 144 هرتز. والشاشه اكيد كيرف فيها انحناءات، بس انحناءات جانبيه، مفيش انحناءات من فوق وتحت زي ما شفنا كده في الشاومي 14 برو، لا هنا الانحناءات عاديه خالص يمين وشمال الشاشه. وعاوز اقول لك ان الشاشه هنا هتدي لك تجربه ممتازه من ناحيه تشبع الالوان، من ناحيه التفاصيل، ولو ان الشاشه مش شارب قوي، مش كواد اتش دي زي الشاومي 14 برو وزي الاس 23 الترا وال 24 الترا لما ينزل، بس ارجع واقول لك ان الريلمي جي تي 5 برو ارخص منهم شويه، فممكن نعدي له النقطه دي، خصوصا ان الشاشه فعلا تجربتها ممتازه، والسطوع هنا بيوصل ل 4500 نتس، طبعا ده رقم خزعبلي. التجربه الفعليه لما قارنته مع الاس 23 الترا تقريبا بيطلع 1700 نتس او 1750، وده تقريبا نفس الرقم اللي بيطلعه الاس 23 الترا تحت الشمس. فدي حاجه كويسه جدا ان السطوع هنا سطوع قوي ينافس الموبايلات الرائده بكل تاكيد بدون اي وجه تقصير. وطبعا شكل الشاشه الكيرف مع الحواف القليله جدا بيديك انطباع كده ان انت ماسك موبايل غالي قوي، موبايل فلاجشيب حقيقي، مش موبايل فلاجشيب كيلر او اقل منهم حاجه بسيطه. بس خلي بالك ان الشاشه هنا ما عليهاش طبقه حمايه رسميه، هي بتيجي في العلبه متركب عليها سكرينه كده معقوله شويه. نيجي بقى نشوف الاداء، وهنا بتاخد تجربه اداء صاروخيه. سناب دراجون 8 جين 3 مع ذاكره تخزين سريعه يو اف اس 4 مع اندرويد 14 على واجهه ريلمي يو اي 5. الموبايل بيطير يا جماعه، الموبايل اداؤه مش طبيعي، سريع جدا، بيعمل كل حاجه بسرعه صاروخيه، فتح برامج، تنقل ما بينها، ما فيهوش اي مشكله. الموبايل فعلا اداني تجربه يمكن زي الشاومي 14 برو، لان هو بنفس المعالج، فدي حاجه كويسه جدا. النسخه اللي معايا هنا من الموبايل 256 جيجا مع 16 جيجا رام، وتقدر تزود الرام 12 كمان من السوفت وير، فيبقى معاك اجمالي 28 جيجا رام، وده رقم ضخم جدا اكيد. وعاوز اقول لك ان اعلى نسخه من الموبايل ده 1 تيرا مع 16 جيجا رام. ولو انت بتلعب العاب كتير وبتخرج بره اللعبه تعمل حاجه وترجع للعبه، فتلاقي اللعبه قفلت علشان مثلا الموبايل حاول يفضي رام والكلام ده، فهنا ريلمي ضافت في السوفت وير حاجه اسمها ديديكيتد رام فور جيم، دي بتقدر تحدد اللعبه وتقول له ما تقفلهاش في الباك جراوند، خليها مفتوحه، فانت تسيب اللعبه شويه تعمل اي حاجه وترجع لها تاني هتلاقي اللعبه شغاله، السوفت وير ما قفلهاش. ولكن انا كنت متخوف اول ما مسكت الموبايل ده من حته الحراره، لان لما جربت الشاومي 14 برو زي ما قلت في المراجعه بتاعته الموبايل بيسخن. المعالج الايدجن 3 اداؤه صاروخي، بس مش بيقدر يحافظ على الترددات بتاعته عاليه لما بتضغط عليه فتره، وهنا لما جربت المعالج لقيت برده نفس الموضوع، الموبايل بعد فتره من الضغط
عليه بيقلل الترددات. وكمان لما ضغطت عليه ب 3 دي مارك لقيته برده بيديني سكور عالي في الاول، بعد كده بينزل 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 بينزل، بيوصل لحد 59% من الاداء، يعني اقوى رقم جابه في الاول بيقل عنه بحبه حلوين. ودي حاجه انا مش عارف هل هي عيب في الايد جين 3 ولا عشان انا الموبايلات اللي جربتها بايد جين 3 مش موبايلات فلاج شيب صريحه، هي موبايلات اقل شويه من الفلاج شيب وبالتالي التبريد بتاعها مش احسن حاجه. بس الفكره بقى ان الموبايل ده جسمه مش ازاز، النسخه اللي معايا دي مش ازاز، التكستشر او المسكه بتاعه الموبايل مخليه احساس السخونه مقبول، تحس ان الموبايل بيدفى في ايدك بس مش بيولع نار، مش بيسخن لدرجه ان انت مش عارف تمسك بيها الموبايل. الشاومي 14 برو لا، كان بيوصل لمرحله ان انا مش قادر امسك الموبايل في ايدي. فيمكن دي النقطه اللي تفوق فيها الريلمي جي تي 5 برو عن الشاومي 14 برو في ان هو ما ينقلكش السخونه بشكل كبير. بالنسبه للريفريش ريت ال 144 هرتز، فانا عاوز اقول لك ان الموبايل ده فعلي لما قيسته بالبرامج اللي بتقيس الفريم ريت الحقيقي اللي الشاشه شغاله بيه، لقيت ان هو اخره 121 هرتز، مش بيشتغل على ال 144 هرتز في اي برامج انا شغلتها عليه. فانا ما اعرفش هل ده مثلا تحديث ممكن يجي يخليه يشتغل بال 144 هرتز. وانا ارجع واقول لك ان ال 120 هرتز كافيين جدا، موجودين في كل الموبايلات الرائده تقريبا ومش هيحسسك باي ازمه، والفرق اصلا بسيط قوي ما بين ال 120 وال 144. بس اوكي كان برضو لازم اقول لك المعلومه دي. ببجي لما جيت فتحتها على الموبايل ده لقيت ان هي اخرها اكستريم فريم ريت، لسه المعالج ده مش مدعوم 90 فريم، اكيد هيدعم 90 فريم قريب جدا. نيجي نشوف بقى البصمه، عندك هنا بصمتين مش بصمه واحده، انا مش بتكلم على الفيس انلوك، انا بتكلم على البصمه. البصمه هنا في بصمه تحت الشاشه وادائها سريع جدا، يعني ما فيهاش غلط، بصمه محترمه جدا. ولكن في بصمه ثانيه وهي بصمه كف الايد. ايوه الموبايل ده بيقرا كف الايد، بتقدر ان انت تدخل كف ايدك على الموبايل ومن غير اصلا ما تمسك الموبايل، مجرد ان انت بس تقرب كده من الكاميرا السيلفي وتبعد هتلاقي الموبايل بيفتح معاك عادي جدا. ودي ميزه ممتازه عشان لو انت مثلا عاوز تفتح الموبايل وايدك مش نظيفه فما توسخش المكان بتاع البصمه. الموضوع ده اكيد انا بعاني منه في اي موبايل بصمته تحت الشاشه، فهنا الموضوع ده ظريف جدا. ده غير كمان ان انت لما بتفتح الموبايل بكفه ايدك بتدخل على طول في الايماءات الهوائيه. يعني ايه ايماءات هوائيه؟ يعني تقدر تعمل اوامر على الموبايل من غير ما تلمس الشاشه. تقريبا في موبايل اوبو رينو اللي كان فيه اتنين سيلفي لو تفتكروه، كان السيلفي التاني بتاع الحركه اللي هو بيدعم ان انت تعمل حركه على الموبايل من غير ما تلمسه. نفس الفكره موجوده تقريبا هنا بس متطوره شويه، بتقدر تعمل حاجات كتير، تقدر تفتح ابلكيشن اصلا من غير ما تلمس الشاشه، مجرد ان انت بتحط صباعك قصاد الكاميرا بيظهر لك ماوس، تقف شويه على الابلكيشن اللي انت عاوزه هيفتح معاك، تقدر تعمل سوايب اب او داون، تقدر تخرج من الابلكيشن تعمل سوايب يمين وشمال، تقدر ان انت تفتح كل البرامج المفتوحه في الخلفيه بحركه كده سحبه قدام الكاميرا. فدي حاجه كويسه ان الموبايل ده فيه شويه ايماءات لطيفه، هي تقدر تقول ان هي ايه اضافه كده لذيذه موجوده في الموبايل. ولكن عشان بس نبقى صراحه انت مش هتستخدمها على طول، هو فعلا اللي انا استخدمتها على طول موضوع بصمه كف الايد لان هي عمليه جدا وبصراحه كانت الميزه عجباني. طبعا الموبايل ده فيه ان اف سي مش محتاجه كلام، وفي اي ار، وفي اولوز اون ديسبلاي. تعالوا بقى كده ايه نسمع الصوت بتاعه سوا لان هو الصوت بتاعه ستيريو وعجبني جدا. خلينا نسمع كده. سامسونج جالاكسي اي 24 والمركز الثاني وراه على طول بفرق اصوات بسيطه جدا الريلمي 10 او الريلمي 11 الاحدث، والمركز الثالث الشاومي ريدمي نوت 12. الصوت ستيريو عالي ومظبوط وما فيهوش ولا غلطه، وطبعا ما فيش مدخل سماعات 3.5 مللي زي معظم الموبايلات الغاليه. بالنسبه للمستشعرات فسنسور التقارب هنا موجود حقيقي وشغال كويس جدا، وشبكات الواي فاي يا جماعه ممتازه، انت بتاخد هنا مدى رهيب، الموبايل ده بيلقط شبكات الواي فاي البعيده جدا عنك وبيدعم واي فاي 7. البطاريه هنا 5400 ملي امبير، المفروض ان هي بطاريه ضخمه، ولكن ارجع اقول لك برضو ان البطاريه يا دوبك تكمل اليوم. بصوا هي احسن من الشاومي 14 برو اللي كان بطاريته بتتشفط حرفيا، ولكن مثلا لو هقارنه مع موبايل الشخصي الاس 23 الترا فلا، الاس 23 الترا بيقعد اكتر بفضل السوفت وير والذكاء الاصطناعي اللي موجود فيه اللي بيقدر يحسن من تجربه البطاريه. بس ارجع اقول لك حاجه، انا هنا كنت مشغل الريفريش ريت على هاي، يعني مشغله على 144 اللي هم بيشتغلوا 121، وكنت رافع الريزولوشن بتاع الشاشه ل 1.5 كي، ما كنتش عاملها فول اتش دي، فاكيد ده خلى ان البطاريه تخلص معايا بسرعه شويه. لو خليت الريفريش ريت اوتو سيلكت ولو خليت الشاشه فول اتش دي، البطاريه هنا اتوقع ان هي هتدي لك اداء احسن شويه، ولو جيت تشحنه فانت هنا معاك شاحن سريع 100 واط بيجي جوه العلبه، وطبعا دي سرعه شحن ممتازه بالنسبه للموبايلات المنافسه الرائده زي موبايل الاس 23 الترا زي الايفون 15 برو ماكس، اكيد الموبايل ده هيشحن اسرع منهم بكتير. الكاميرات بقى، الموبايل ده بيجي بثلاث كاميرات، في كاميرا منظر ما
لهاش وظيفه فعليه. المهم ان الكاميرا الرئيسيه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7 بمثبت بصري بمستشعر كبير LYT 808. العدسه الثانيه بتاعته بيريسكوب 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.6 بمستشعر سوني IMX 890 بمثبت بصري، ودي المسؤوله عن الزوم 2.7x اوبتيكال وبتوصل لحد 120x ديجيتال. وانا عاوز اقول لك ان ده نفس السنسور السوني الموجود في العدسه الرئيسيه للريلمي جي تي العادي، هنا ريلمي حطاه كعدسه بريسكوب، فده مستشعر المفروض ان هو قوي جدا. مع عدسه اخيره 8 ميجا بكسل الترا وايد فتحه عدسه 2.2 والسيلفي 32 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.5. انا عاوز اقول لك ان الموبايل ده بما ان هو فيه 8 جين 3 فبيصور 8K 24 فريم في الثانيه بالكاميرا الخلفيه، وفي ان انت تصور فيديو دولبي فيجن، بس لو هتصور فيديو دولبي فيجن هتشغل الاتش دي ار هتلاقي الجوده بتنزل لحد 4K 30 فريم، دي اعلى جوده ممكن تصورها وانت مشغل الدولبي فيجن. ولو عاوز تصور الترا ستيدي علشان تاخد ثبات قوي من الفيديو انت بتتحرك او بتصور حد بيتحرك بسرعه، فهتصور على 1080 60 فريم في الثانيه، والسيلفي بتصور 4K 30 فريم في الثانيه دي اقصى جوده، وبرده لو عاوز تشغل الالترا ستيدي هينزل معاك لحد 1080 30 فريم مش 60 فريم. خلينا بقى نشوف الصور على طول. كاميرات الريلمي جي تي 5 برو كاميرات كويسه جدا، معاك سنسورات محترمه ومعالج فلاج شيب، كان لازم اقارنها مع الاس 23 الترا علشان اقدر احدد موقف الموبايل ده في التصوير، هل هو زي الفلاج شيب ولا اقل شويه؟ خلي بالك ان الريلمي بيصور بورتري 1x و2x و3x زيه زي الموبايلات الرائده عاديه. وبعد تجربه مطوله كده في التصوير في اضاءه خارجيه، هو الريلمي بيطلع صور حلوه جدا كتفاصيل كالوان كدايناميك رينج، ولكن عشان برضو نبقى واضحين البشره نفسها اللون بتاعها اقل شويه من سامسونج، وظبطت لون الشعر اقل شويه من سامسونج، ودي الحاجه اللي تحسها مقصوده في ريلمي علشان تفرقه، لان هو من نفس شركه بي بي كي، في نفس الوقت نزل ون بلس 12 اللي جايب نفس المواصفات بس بسيت اب كاميرات اعلى بالتعاون مع هاسل بليد. ويا جماعه هاسل بليد مع مجموعه بي بي كي بتعمل شغل جامد، يعني انا جربت الفايند اكس 6 برو والفايند ان 3 كانوا ممتازين في الكاميرا زي الاس وين 3 الترا واحسن في بعض السيناريوهات، انما هنا كاميرا ريلمي من غير هاسل بليد، وده طبعا طبيعي علشان الموبايل ارخص حبه حلوين من الموبايلات الرائده. وبالتالي انا ما اقدرش اقول لك ان كاميرات ريلمي وحشه، لا هي كاميرات كويسه جدا ولكنها اقل درجه من الفلاج شيب. نيجي بقى نختبر قدرات الزوم. دي اول صوره كده قطه من بعيد، يعني ما صدقت وقفت، صورتها كده على بعد 10 اكس في الموبايلين، وطبعا سامسونج الصوره اوضح بس صوره ريلمي مش وحشه. وهنا بقى احنا هنصور دلوقتي صوره عاديه هنا وهنا، طبعا في فرق في لون السماء بس عاوزين بقى نزوم. دي اول صوره زوم 10 اكس هتلاقي صوره ريلمي مش وحشه، لو تاخد بالك هي سايحه شويه بس مش وحشه، لو زومنا اكتر 30 اكس يبان بقى فكره ان الصوره سايحه في ريلمي عن سامسونج، سامسونج الشاربنس بتاع الصوره مظبوط جدا. نزوم اكتر ونوصل لحد 70 اكس هناخد بالنا بقى من الفرق، ان سامسونج متفوق حبه حلوين عن ريلمي. نوصل 100 اكس لا سامسونج احسن، عايز اقول لك ان ريلمي بيوصل لحد 120 اكس بس برضه الصوره بتبقى سايحه، يعني ما تقدرش تعتمد على الزوم بتاع ريلمي اكتر من 30 اكس تقريبا. ودي تجربه ثانيه للزوم على بعد 30 اكس، واضح جدا تفوق تفاصيل صوره سامسونج عن ريلمي، ودي صوره 30 اكس برضه بس في اضاءه مغربيه، وهنا اما الاضاءه بتقل بقى سامسونج بيبدا يفرق الزوم عن الريلمي. الريلمي ما اقدرش اقول ان هو وحش في الزوم ولكنه مش على قدرات الزوم بتاعه الموبايلات الرائده. نرجع نصور صور عاديه، ودي اول صوره هنلاحظ تفوق سامسونج في ظبطة لون السماء عن ريلمي شويه، ودي برضو صوره ثانيه وهنلاحظ ان الاخضرار بتاع الشجر مظبوط اكتر في سامسونج والسماء مظبوطه اكتر حاجه بسيطه. طيب نرجع نصور صور بورتريه في اضاءه داخليه، وهنا اول صوره والله صوره ريلمي مش وحشه، صوره كويسه جدا، بس لو ركزت في تفاصيل البشره هتلاقيها اوضح شويه في سامسونج، ولما نزوم اكتر هنحس ان لا مفيش فرق كبير في الموبايل، يعني الصوره دي انا معجب بالصورتين، هي يمكن بس في سنه احمرار خفيف في صوره سامسونج مخليه شكلها احلى، ولكن في المجمل انا شايف الصورتين ممتازين. نقلل الاضاءه شويه ونصور بورتريه، ودي هنا 2x، وزي ما قلت لكم كده البشره واضحه اكتر في سامسونج عن ريلمي، ولكن انت لو بتصور بموبايل ريلمي جي تي 5 برو لوحده وطلعت الصوره ولعبت شويه في الالوان بتاعتها هتلاقي الصوره ممتازه ما تقلش كتير عن الموبايلات الرائده. ودي صوره هنا قللنا بقى الاضاءه اكتر بورتريه كده من بعيد 2x، سامسونج احسن حاجه بسيطه في البشره، ولكن في بقيه التفاصيل بتاعه الصوره فريلمي ممتاز جدا. ودي صوره برده بورتريه 3x في اضاءه ضعيفه شويه، وهنا بقى النايت مود اشتغل في سامسونج وعزز شويه من تفاصيل الصوره. ودي صوره في اضاءه المغربيه او بعد المغربيه بشويه بورتريه 2x، وهنا في اصفرار شويه في صوره ريلمي، انما سامسونج عالج الصوره علشان ما تكونش مصفره. ودي صوره نايت مود، انا شايف الاثنين كويسين بس طبعا صوره سامسونج احسن شويه في ظبطه الالوان. ودي صوره نايت مود ثانيه لشجره
كده. وطبعا باين فرق معالجه الالوان لصالح سامسونج ان هو قدر يجيب لك الاخضرار بتاع ورق الشجر، انما ريلمي معالجش الصوره كويس. طيب نشوف السيلفي، هنلاقي ان احنا عندنا في الجي تي 5 برو تقدر تصور سيلفي بزاويه واسعه 0.8 اكس او 1 اكس، والزاويه بتاعته بتبقى اوسع شويه من اوسع زاويه في الاس 23 الترا، ولكن الموبايل بعيد شويه في معالجه صور السيلفي عن الاس 23 الترا اللي هو يعتبر من افضل الموبايلات في التصوير السيلفي. ريلمي كويس بس ما يتقارنش بيه، اقل منه درجتين. يعني لو ريلمي اقل درجه في الكاميرا الخلفيه فهو اقل درجتين في السيلفي، وده طبيعي. انا ما اقدرش اظلم الجي تي 5 برو واقول ايه ده، لا ده هو وحش جنب السامسونج. انا بحاول ابين لك الفرق في التصوير ما بين الجي تي 5 برو اللي هو موبايل ارخص من الفلاجشيب مع موبايل فلاجشيب قوي جدا في التصوير اللي هو الاس 23 الترا. وزي ما انتم شايفين كده السيلفي بتاع الجي تي 5 برو في اضاءه الشمس يعني بيبقى اقل حبتين ثلاثه من سامسونج، لكن في الاضاءات الداخليه والاضاءات القليله بنلاقي ان السيلفي بتاع الجي تي 5 برو بيقرب شويه من الاس 23 الترا. اسيبكم مع تصوير الفيديو. دلوقتي انا بصور بالريلمي جي تي 5 برو بالكاميرا الخلفيه. انا عاوز اقول لك ان الكاميرا الخلفيه هنا بتصور لحد 8K 24 فريم في الثانيه، بس مش دي الجوده اللي انا بصور عليها. انا دلوقتي بصور على 4K 30 فريم في الثانيه علشان نشوف بقى جوده الثبات والالوان والتفاصيل والدايناميك رينج والحاجات دي. الموبايل ده بيدعم ان انت تصور فيديو دولبي فيجن، بس لازم تشوف الفيديو ده على شاشه داعمه للدولبي فيجن، فعشان ما اعملكش ازمه لان انت ممكن تكون بتتفرج من موبايل ما فيهوش دولبي فيجن فهتشوف الالوان مش مظبوطه. فانا بصور فيديو عادي دلوقتي، فخلينا نختبر التفاصيل والالوان والثبات والدايناميك رينج ونشوف برده الزوم. الموبايل ده بيقدر يتزوم لحد 18 اكس وانت بتصور. انا دلوقتي على 4 اكس وشايف برده الكواليتي كويسه جدا، واقدر اروح لحد 18 اكس معاكم ونجرب. برده شايف التفاصيل معقوله على ان انا بصور فيديو. ارجع تاني ل 1 اكس ونكمل تصوير، وخلينا كده نختبر مع بعض التفاصيل والالوان والثبات والدايناميك رينج وجوده لقط الصوت، لان الموبايل اكيد فيه مايك اضافي لعزل الدوشه. وده كده تيست للكاميرا الاماميه وانا بصور بالريلمي جي تي 5 برو على 4K 30 فريم في الثانيه. هنا للاسف مش هتقدر تصور دولبي فيجن زي الكاميرا الخلفيه، ولكن انا شايف برده الكواليتي بتاعه التصوير كويسه، بس حاسس ان وشي فاتح شويه زياده عن الطبيعي، جايز علشان الشمس ورايا فخليني الف الناحيه الثانيه. يعني كده ظبط شويه، بس السما لاسعه شويه مش افضل حاجه، بس المباني مش لاسعه. فخلينا كده نشوف الفيديو النهائي سيلفي بتاع الموبايل ده، هل هو سيلفي كويس زي الموبايلات الفلاجشيب في تصوير الفيديوهات، ولا زي الفلاجشيب كيلر او الموبايلات المتوسطه العليا. انا شايف ان هو زي الفلاجشيب كيلر. بالنسبه للاسعار، الريلمي جي تي 5 برو نزل في الصين، النسخه اللي معايا هنا النسخه الصيني، ولكن انا نزلت بلاي ستور عادي علشان لو انت ناوي تشتري الموبايل ده ما تقلقش، انت بكل سهوله بتقدر تحمل البلاي ستور وتقلب الموبايل انجليزي وبتضيف عربي في الكيبورد وبتعمل كل حاجه بدون اي مشكله. المهم ان الموبايل ده سعره في الصين بيبدا من حوالي 500 دولار او 450 دولار، وبيوصل لحد 600-650 دولار. طبعا مش دي الاسعار اللي نزلت في مصر. الموبايل ده متاح في مصر عند بعض التجار بضمان دولي اكيد. النسختين اللي توفروا 256 جيجا مع 16 جيجا رام سعرها في حدود 34,000 جنيه، والنسخه الكبيره ال1 تيرا مع 16 جيجا رام سعرها في حدود ال40,000 جنيه. وانا عاوز اقول لك ان الاسعار دي اقل شويه من اسعار الشاومي 14 برو في مصر الدولي. والموبايل ده بالمناسبه اكيد بيدعم تشغيل شاحنتين اتصال ومش بيدعم تركيب كارت ميموري. رايي النهائي، الجي تي 5 برو بيجي بتصميم بريميوم من ناحيه الخامات، الظهر، الفريم، حاجه محترمه، ولكن الموبايل وزنه تقيل شويه في الايد زي معظم الموبايلات الغاليه، والتخانه بتاعته كبيره شويه، الكاميرا بامب كبير، ولكن الازمه دي بتتحل بالجراب الجراي اللي جاي جوه العلبه اللي هو مش بريميوم قوي بس يعني شغال. المهم ان هو بيحمي الكاميرا بتاعه الموبايل وينقصه شهاده مقاومه ميه محترمه، لان اي بي 64 دي شهاده انا شايف ان هي تتحط في موبايلات فئه متوسطه عليا، ما تتحطش في موبايل بالسعر ده. شاشه الموبايل هنا ممتازه من ناحيه الشكل، الالوان، السطوع الفعلي بتاعها عالي وكويس وتنافس موبايل اغلى منه زي الاس 23 الترا. الاداء ايدجن 3 ما فيهوش اي مشكله، اداء قوي جدا، ولكن شكل كده الايدجن 3 ان هو مش بيقدر يحافظ على الترددات العاليه فتره كبيره وبتوطى شويه علشان الموبايل ما يولعش نار. مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي، شبكات واي فاي ممتازه، مستشعر تقارب حقيقي، بطاريه معقوله 5400، وشحن سريع 100 واط، والشحن جاي جوه العلبه، كمان بيدعم سرعه شحن وايرلس كويسه 50 واط. الكاميرات اللي هنا بتقدم تجربه كويسه، ولكن في وجهه نظري انا شايف ان الكاميرا هنا اقل شويه من الشاومي 14 برو واقل بالتبعيه من الاس 23 الترا والايفون 15 برو ماكس. فممكن نقول ان التضحيه البسيطه اللي موجوده في الموبايل ده عن الموبايلات الفلاجشيب هي ان الكاميرا الخلفيه اقل شويه ومقاومه الميه اي بي 64. غير كده الموبايل ده هيقدم لك تجربه رائده بدون اي تنازلات بسعر. طبعا ما تقيسش الاسعار في مصر لان كل حاجه بتتضرب في الدولار بسعر غالي، ولكن
لكن اكيد هو الموبايل ده ارخص من شاومي 14 برو زي ما قلت لك، وارخص من الاس 23 الترا. وانا عاوز اقول لك ان في نفس الوقت اللي الموبايل ده نزل فيه الوان بلس 12 تقريبا جايب نفس كل حاجه فيما عدا ان الكاميرات احسن شويه بقى، حاسب بليد وبتاخد تجربه كاميرات رائده فعلا. فنقدر نقول ان انت لو عاوز تاخد تجربه رائده في كل حاجه روح اشتري الوان بلس 12، عايز توفر شويه هات الريلمي جي تي 5 برو. وبس كده انا خلصت الفيديو، احب اشكرك جدا لو انت وصلت للنقطه دي، اكيد تتاكد ان انت عملت اللايك الجميل اللي عملتش في الاول، وتكتب لي كومنت وتقول لي ايه رايك في ريلمي جي تي 5 برو، هل الموبايل ده خايب ظنك، هل انت شايف ان الموبايل ده كان ناقصه حاجه علشان يبقى اقوى. ولازم برضو تراعي ان الموبايل ده سعره في الصين مش غالي، فدي نقطه تفوق اكيد لي ان هو ارخص موبايل تقريبا انا جربته لحد دلوقتي في البروسيسور السناب دراجون 8 جين 3. واكيد تتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا اول مره على اليوتيوب، ومفعل زر الجرس. اشوفك في حلقه جديده من حلقات موبايزل، كان معاكم احمد سعيد، سلام.